موضوع الستة ده كان مشكلة ان هو اتفتح للأمانة 6-1 الخاصة بالنادي الأهلي الشهيرة. كابتن رضا سيكا كان له تصريح يخص مباراة الـ6-1، يمكن حب يفسد فكرة فرحة النادي الأهلي بالـ6-1 على طريقة إفساد الفرحة بالـ6-0، ولكن أعتقد مش هينجح في ده. نطلع ونشوف الفيديو من كابتن رضا سيكا. كل ما تيجي تلف الدنيا يا با ما يروحش الزمالك، ده ماتش 6-1. 6-1 ايه يا عم؟ وانت متخيل اذا كان تاني يوم، انا تاني يوم مش بعدها بثلاث اربع ايام طالع مع محمد عباس عندك صاحبك في قناه اسمها كان الدريم تقريبا، وكان في الفيلا بتاعت رئيس القناه اسمه حسن راتب الراجل المحترم دوت، وانا بلساني قلت له حصل 1 2 3 وكان لعيبه قاعده 1 2 3 مع الدكتور كمال درويش وكده كده هم اللي باعين الماتش. ايه؟ انا اللي بقول لك، وعلى فكرة لازم تصب الرهبة لما تسمع ان تشكيل فيه كابتن محمد عبد المنصف، كابتن طارق السيد، كابتن ابراهيم حسن، كابتن حسام حسن، محمد ابو العيلة، تامر عبد الحميد، حازم امام، حسام حسن، جمال حمزة، عبد الحليم علي، ان الناس دي فكرة ان هي تفرط في مباراة او تبيع مباراة هو شيء مفزع ومرعب. قد يكون كابتن رضا سيكا تم التراشق معاه في فكره ان هو احد اسباب الخساره ان هو لعب وهو مصاب، ولكن ما يكونش الرد وانت بترد تمام حق الزماله او فكره ان انت ما تحفظ الحقوق الزماله او انك تقول على اسماء زي دي بعد المباراه شأن يخصك ويخص اللاعبين دي، ولكن احنا نفسنا نربى ان احنا نقول ده تماما ونرفض ده تماما، ونشوف كمان انه يقلل من انتصار تاريخي للنادي الاهلي ما كانتش دي ابدا مسبباته، كان له مسببات تانية خالص يا احمد. واحنا لن نسمح اصلا بفكره اللي هو التزييف الانتصار التاريخي اللي حصل للنادي الاهلي على ارض الملعب، اللي انا شخصيا بعد المباراه انا ما كنتش واضع الناس سداسيه فقط لغير، وده اللي عمله مانويل جوزيه مع اللاعبين لان كانت مباراه تنتهي برقم اعلى من ده. لكن الحقيقه هو كابتن رضا سيكا تحمل هو الليله بالظبط او شال الليله بالبلدي كده، لكن فكره انا مش هختار، انا مش زي فارس فكرتها دي ان انا هندهش، لان انا اعرف ان الكلام ده باين عليه كتير جدا، لكن اكيد من حق لاعبين في نادي الزمالك كانت تدافع او توضح وجهه النظر في مباراه الـ6-1. نشوف كابتن جمال حمزه قال ايه. احنا تامر عبد الحميد طبعا ورا، خلاص انت نص الملعب فقدته، لان تامر بقى اغلبيه الوقت ورا، ابو العيله بس لوحده في نص الملعب، وقدامه انا وحازم ومحمد عبد الواحد وقدام الكابتن حسام، ف اللخبطه ابراهيم حسن طاير والناحيه الثانيه كان طاير. فلخبطه طبعا يعني عمرنا ما لعبنا كده، فاهم؟ فانت فجاه رحت مغير الطريقه، مغير الناس اللي كانت بتلعب لما عايز يلحق بقى يعني يظبط الموضوع شويه، كان الموضوع خلاص النتيجه بقت 3-1، فالموضوع بقى صعب. بقى صعب جدا يعني. بس انت في الثانيه الاولى ما اعتقدش ان الخطه كانت فرقت قوي كده، يعني قصدي تسجيل الاهلي في الهدف الاول في الثانيه الاولى دي او في الدقيقه الاولى هبطكم انتم معنويا؟ لا مش الهدف الاول، لا هو سيناريو المباراه نفسه. يعني الهدف الاولاني انت كنت ممكن ترجع للقاء لو انت بتلعب صح وجي فيك هدف ماشي. لا ممكن ترجع حتى لو بدري قوي كده حتى لا لو بادئ غلط بدري، لو بدري لا عادي، بدري جدا، لا بدري جدا طبعا لسه الناس ما قالتش التشكيل الفريقين بالظبط كده، فلا طبعا الهدف بدري جدا من اللخبطه اللي كانت موجوده ماشي. يعني هي برضو من اللخبطه اللي هو عملها طبعا، بخطه اللعب والطريقه وبتاع طبعا ماشي بالظبط. ولكن انت لو بتلعب صح ممكن تتاثر ربع ساعه مثلا تبقى لسه الموضوع لو دخل فيك هدف بدري، بس في الاخر هتبقى متماسك يعني عمرها ما كانت هتوصل لسته. طب انتوا برضو اسامي كبيره، بعد لقاء زي ده قعدتكم مع بعض كان الكلام فيها عامل ازاي؟ يعني هو اللي هدى الموضوع شويه ان احنا خدنا الكاس على طول يعني هي دي برضو اللي هدت الموضوع شويه. احنا طبعا قعدنا مثلا بتاع 3 4 ايام مش مستوعبين طبعا، ما حدش كان بيروح التمرين اصلا وبعدين دخلنا على ماتش كان لازم نلعبه، كان ماتش اعتقد بلديه المحله في الدوري كان بعديها، لان بعديها على طول ماتش الكاس، فروحنا على المعسكر على طول يعني ما اتمرناش حتى في النادي. كابتن جمال حمزه كابتن جمال حمزه بيتكلم عن فكره اوتوفيستر والمدير الفني والتشكيل او الخطه
اللي ما كانوش معتادين عليها، فبالتالي مع الهدف بدري من النادي الاهلي يمكن قال لك قبل ما يقولوا اسماء التشكيل كابتن مدحت شلبي طبعا السلام عليكم الهدف الاول رضا شحاته، فده كان اسباب هي فكره هزيمه الزمالك بسته، وقال انه كان الممكن المفروض النتيجه ما توصلش سته. عشان نكون منطقيين، هو المباريات دي ما بتتكررش كتير، هي مباريات ما بتتكررش كتير، ظروفها واحداثها بتبقى كل فتره طويله من الزمن. يمكن حتى في مباراه السوبر دي كانت وارد جدا تدخل في فكره السته، لكن اصابات وبتاع فغيرت ظروف المباراه، فبقت من نتيجه ممكن تكون كبيره للاهلي بقت 3-2. لكن اعترف في النهايه ان القصه لا في بيع ولا في شراء، وان الامر كله خطه من اوتوفيستر غلط. امور فنيه واضحه، بس ما كانش ده التصريح الوحيد. نحب كمان نسمع كابتن بشير التبعي اللي هو احد ابطال المباراه، اللي اولى ان هو كان يشوف اي حجه تانية، ولكن كان رايه صريح وواضح. نطلع ونشوف الفيديو. دخلنا على ماتش بقى السته، فانت حسيت من قبل اللقاء ان الراجل شايف نفسه. هو الراجل شايف نفسه، بس احنا مش هنخسر كده خالص اصلا، ما ينفعش نخسر كده، احنا كنا جامدين جدا، احنا لسه بنسخن. في كوره طولت من كابتن ابراهيم مش عارف بصاله مين، ده الجون الاولاني، حتى لسه التلفزيون ما نقلش 1-0. انا ما جينا نلم نفسنا الثاني، انا ما جينا نفسنا الثالث بقى 3-1. 3-1 قلنا هنلم نفسنا، 3-1 ده كله بقى طاير لقدام، عايزين يعني تعوض بقى بالظبط. شلت يعني والماتش شغال، يعني عايز الحكم يصفر بأي طريقه نخلص، يعني كان ممكن يخلص اكتر من كده بكتير، لان ممكن يخلص اكتر من كده طبعا، لان كله خلاص يعني بعد اربعه، بعد عمرها ما حصل اربعه وخمسه، وجمهور النادي الاهلي ضاغطنا في الملعب وجمهورنا بيشتم فينا. إيه عايز الحكم طبعا، انت خسران انت عايز يعمل ايه؟ انت خسران اربعه وخسران خمسه وخايف، ما انتش قادر، ما حدش قادر يعمل حاجه، كل اللي بياخدوا كوره بيهرب منها او بيدي وش الناحيه الثانيه. بس هل فعلا في حد، انا مش فاكر مين والله، اللي قال انه لما انتوا جبتوا الجون، لما اول ما كابتن حسام جاب الجون 3-1. تحمل كابتن بشير التبعي وكابتن جمال حمزه الم المباراه اللي ما حاولوش يشوفوا له اي مدخل تاني، عشان نوثق معاكم فكره ان النادي الاهلي حقق فوز تاريخي ومستحق، ولكن احمد عنده مبرر اخر لدوافع كابتن رضا، مش في كلام كابتن رضا، ولكن هل هي سابقه اولى من نوعها ولا لا؟ احمد، هو قبل ما نروح ليه انا ما اندهشتش منك، انا عايز بس اقول ان تحيه للكابتن بشير التبعي ان هو قدر يتجاوز المحنه دي بالفعل ورجع لمستوى مرة أخرى. لكن ليه أنا بقى لم أندهش من فكرة الكلام عن بيع أو اتفاق اللاعبين على الهزيمة أو الخسارة؟ لأن الموضوع ده تقريبا له فلسفته في بعض الأحيان مع بعض المنتمين لنادي الزمالك مع الهزايم الكبيرة. تخيلوا لما نرجع لسنة 87 ونشوف الكابتن عفت نصار بيتكلم عن هزيمة كوماسي 5-1 بسبب الخناقه. كان عندي 16 سنه او 17 سنه، اللي حاجه بسيطه، وكنت بلعب ماتش الزمالك واشانت كتوف في غانا. الماتش ده اتغلبنا فيه 5-1. كان في بعض بعض اللاعبين او كان عندنا مدير فني خانوا التوفيق ان هو اعلن اسماء ان هي تبطل كوره بعد ما نرجع مصر من المباراه دي. فكان قبل كده بطل لعيبه، كان مستر باركر الانجليزي كان بطل حوالي 7 لعيبه، وقال لي 5 لعيبه ان احنا بعد ما نوصل مصر الخمس دولت هيمشوا ويبتدي يجدد الفرقه وهيلعبوا الماتش ده. الخمسه بيلعبوا الماتش ده. ايوه. فاللعيبه الكبار دولت اتفقوا مع بعض بطريقه ما ان هم يعملوا ايه؟ ان هم ان ما يكسبوش الماتش عشان الراجل ده يمشي وكده والكلام ده. ده مين الخمسه كانوا مين؟ خلاص بقى يعني انت قلت باركر وقلت الماتش. لا لا انا مش هتقول الاسماء. ايوه لا لا انا هقول والخمسه الكبار ده لو رجعناها هنعرف هتعرفهم عادي يعني اغلبهم معروف يعني. المهم شوف المشكله دي كان عندي 17 سنه الا عدى فتره من الزمن وجه لقيت واحد اعلامي برضو حبيب الناس دي كاتب ان انا كنت سبب رئيسي وان انا عملت كومبينه على الفرقه. ده انا عندي 17 سنه الا يعني انا كنت في الفرقه ما حدش بيقول لي عفت انت يالا. هو الكابتن عفت فعلا كان صغير جدا، لكن احنا بنوضح الفكره كلها ان مع اي هزيمه كبيره دايما بندور على فكره ان في كومبينه معموله، في حاجه معموله، برغم مثلا ان المباراه دي كانت في سبتمبر، واحنا قلنا خماسيات الزمالك في سبتمبر ما اكثرها، فمباراه في سبتمبر وانت بتتكلم عن لعيبه هتلعب وتقول ان هم هينزلوا يروحوا ما يكملوش، ما اعرفش وقتها القايمه كان بتخلص امتى، والانتقالات الصيفيه كانت يمكن الصيف بعد سبتمبر وقتها او حاجه من هذا القبيل، لكن ده لا يعنيني مدى صدق الكابتن عفت من عدمه. لكن الفكره كلها هو مع كل هزيمه ثقيله لازم يكون في كومبينه معموله على الفريق. هل ده يصح
يطلق على رموز حاليين لنادي الزمالك او رموز سابقين، اتمنى انا من وجهه نظري انا اتقبل فكره ان الهزيمه الكبيره تكون دي اوف افضل بكتير جدا من انا احاول اشوه لاعبين لعبت لنادي الزمالك واخلصت ويتقال انها كانت بتعمل كومبينه على مدير فني سواء 6-1 او 5-1. وكده نكون وصلنا لنهايه الفقره دي. وصلنا لنهايه الفقره ومعاها نهايه الحلقه، كانت مزيد من الاكاذيب اللي استدعت مزيد من الحقائق كتير جدا من الجمهور، خصوصا الصغير اللي ممكن يكون في اوقات كتيره ما عاصرش الكلام ده. وعشان كده دور مهم جدا انك لا تسمح للاعلام الاخر انه يزيف الحقائق وتتحول الاكاذيب لحقائق. وتاريخ النادي الاهلي كتب بخط احمر، مش بس عشان ده لون شعاره او تيشيرته، ولكن عشان تاريخ النادي الاهلي هيفضل